فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العنوان. مجلس الأعيان والنواب يشددان أمام الملك على ضرورة إيجاد قيادات جديدة للشباب والمرأة. البطريرك بتسبالة يختتم زيارة رعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. انطلاق فعاليات بازار الرحمة الثامن في عمان الجمعة القادمة. جلسة حوارية في عمان حول دور بيت العائلة المسيحية في التوفيق بين الأزواج. وفيها أيضاً عيش المحبة في زمن المجيء، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال: إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر قداسة البابا اليوم في التكلم على التمييز وعلى التعزية الروحية التي هي من العناصر التي تحمل على التمييز، وقال: كيف يمكننا أن نعرف التعزية الروحية الحقيقية فنعرف ما هو خيرنا الحقيقي، ونعرف هل أفكارنا صالحة وموجهة نحو الخير في البداية وفي منتصف الطريق وفي النهاية، أم هي أفكار من الروح الشرير؟ مثلاً، أفكر في البداية أن أصلي وأن أقوم بأعمال محبة، ثم يتبين لي أن صلاتي وأعمال المحبة التي أقوم بها هي لأهرب من واجبات أخرى لازمة علي. هنا أعرف أن هذا من الشرير وليس من الله. أو أصلي والصلاة حتماً صالحة وهي من الله، لكن أميل في صلاتي إلى التباهي أو إلى الاستعلاء على غيري الذي لا يصلي أو ما شابه، كما حدث في مثل الفريسي والعشار في الإنجيل. هنا عمل الخير دخله الروح الشرير، ويجب أن أنتبه إلى ذلك. الروح الشرير يستخدم أحب الأمور إلي ليتسلل من خلالها ويدخل في قلبي، فهو يستخدم حبي لله وحبي لعمل الخير وغير ذلك. القضية إذن هي معرفة أنفسنا. كلما عرفنا أنفسنا عرفنا من أين يدخل الروح الشرير، وعرفنا أيضاً متى تعمل نعمة الله فينا، واستطعنا أن ننمو في الحرية والوعي. وأخيراً، التعزية الحقيقية هي نوع من التأكيد على حقيقة أننا نفعل ما يريده الله منا، وأننا نسير على طرقه، أي على طرق الحياة والفرح والسلام. عبر مجلس الأعيان والنواب خلال رديهما على خطاب العرش السامي عن اعتزازهما بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وأشار المجلسان إلى أنهما يجدان نفسيهما أمام مسؤولية وطنية في صناعة حالة من الوعي لتمكين الشباب والمرأة عن طريق إيجاد قيادات جديدة تحمل روافع المشروع الوطني، ويكون لهما الحضور الفاعل في المجالس النيابية وفي حكومات المستقبل من خلال انضمامهما للأحزاب، مؤكدين دعمهما المطلق تجاه حق الشباب والمرأة بطليعة الدور في الأحزاب البرامجية. قام غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين خلال الأيام الماضية بزيارة رعوية إلى مدينتي شيكاغو ونيويورك للمشاركة بمؤتمر الأساقفة الكاثوليك. وتضمن البرنامج زيارة المعهد الكليريكي في مدينة ووندلن بهدف توطيد علاقاته مع المعهد الكليريكي في بيت جالا. تلا ذلك لقاء مع العائلات المسيحية المقيمين هناك، كما ترأس قداساً إلهياً في كنيسة رعية العذراء في مدينة شيكاغو بحضور أبناء الرعية والكهنة وفرسان وسيدات القبر المقدس. وشارك غبطته خلال الزيارة في مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الذي عقد لتوحيد وتنسيق النشاطات الروحية والإنسانية لمسيحي أمريكا. كما زار البطريرك باتسابالا رعية الراعي الصالح في مدينة نيويورك، وترأس قداساً إلهياً بمناسبة عيد يسوع الملك، ومنح غبطته سر المناولة لعدد من أبناء الرعية.
تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تنطلق يوم الجمعة القادم في عمان فعاليات بازار الرحمة الثامن الذي سيقيمه مكتب فضائية نورسات الأردن في جمعية الهدف آلهلة سيدابوق بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. وستشارك بمعروضات البازار الذي يستمر يومين العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن. ويشتمل بازار الرحمة على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد التي تحتاجها العائلات المسيحية والمسلمة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأردنية المختلفة. بازار الرحمة هاي السنة هو البازار رقم 8، ومثل ما بتعرفوا كل سنة بازار الرحمة تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. أهداف بازار الرحمة، وإحنا مستمرين إنه نركز على هاي الأهداف، هو بالإضافة للهدف الأول هو تسويق المنتجات، الأشخاص اللي بيشتركوا بهذا البازار تسويق منتجاتهم المحلية، منتجاتهم الغذائية، من زينة الشجرة، أغراض حلويات مثلا بيعملوها الستات من كريسماس كيك، بيتي فور، أو زينة الميلاد. يعني هذا باب بنفتحه لهدول الأشخاص اللي بيشتغلوا من البيوت ويسوقوا منتجاتهم من خلال بازارات اللي بتقام بكل الرعاية. لكن بازار الرحمة نحن منخصه أنه منأكد على وحدة الكنائس ووحدة الكنيسة، أنه يضم كل هالكنائس والعائلات الكنسية في مكان واحد، في بازار واحد. في عنا الكنائس المختلفة من الأرثوذكس، اللاتين، الكاثوليك، الأرمن، الأقباط، السريان، الكلدان، الكنائس الإنجيلية، كلها مجتمعة في بازار الرحمة تحت نشاطات النشاطات الكنسية من الكشاف، الشبيبات، بياخذوا طاولات وبيسوقوا منتجاتهم. نحن منركز على هاي الوحدة في بازار الرحمة، وهذا اللي بيميز بازار الرحمة لدعم كمان فكرة الوئام الديني، لأنه كمان بيشتركوا معنا مسلمين ومسيحية وبيزوروا البازار مسلمين ومسيحية. فندعم فكرة الوئام الديني، المواطنة الصالحة في هذا البلد، البلد اللي بلد الأمن والأمان، معروف عنه نموذج للأمن والأمان. فتركيزنا على هذه الثوابت الثلاث، بدعو للجميع من خلال شاشة نورسات إنهم يحضروا هذا البازار، يشاركوا فيه، يدعموا المشتركين الموجودين فيهم، لأنهم هن المشتركين أسر مستورة متعففة، بالإضافة إلى العائلات الأخرى اللي قادرة إنها تعطي وتساعد كمان مشتركة معنا. فأهلا وسهلا فيكم في بازار الرحمة يوم 9 و10 من شهر 12 يوم الجمعة والسبت الساعة 11 صباحا من يوم الجمعة الافتتاح سوف يكون. فكونوا معنا كتار وفرحونا وفرحوا الجميع، وكل عام وأنتم بخير. افتتح قدس الأرشمندريت كريستوفوروس حداد الرئيس الروحي للكنيسة الأرثوذكسية في الفحيص المهرجان الميلادي الأول الذي أقامته شبيبة القديس جورجيوس ومدرسة الروم الأرثوذكس في بلدة الفحيص، بحضور عدد من الآباء الكهنة وبمشاركة مدير عام مدارس البطريركية السيدة لين مدانات وأبناء الرعية. ابتدأ المهرجان بالتراتيل والأناشيد الميلادية من أداء جوقة المدارس والشبيبة، واشتمل على الأشغال اليدوية والمأكولات البيتية وزينة عيد الميلاد، وسيرصد ريعه لدعم العائلات المحتاجة. وشارك طلاب المدرسة بطاولة من منتجاتهم باسم أعشاب جدتي كانوا قد أعدوها في حصص ريادة الأعمال. رعى محافظ إربد السيد رضوان العتوم في كنيسة السيدة العذراء مريم والمدرسة الإنجيلية الأسقفية بإربد إضاءة شجرة الميلاد إذاناً بالاحتفال بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وقال العتوم خلال الاحتفال الذي نظمه القس سمير سعيد مؤسس المدرسة ومديرتها صباح زريقات والهيئة التدريسية، إن العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في الأردن يشكل نموذجاً عز نظيره في كل العالم، لا سيما وأنه يستند إلى قيم التسامح والاعتدال والوسطية والسلام. وعبر القائمون على الاحتفال عن معاني الفخر والاعتزاز
التي تجمع الأردنيين بأعيادهم ومناسباتهم الدينية والوطنية. واشتمل الاحتفال على ترانيم وأناشيد من أداء تلاميذ المدرسة عبرت عن السلام والمحبة بين عموم الناس. وفي الختام جعل الحضور في البازار الخيري الذي أقيم في المدرسة، والذي اشتمل على أشغال يدوية وتراثية ومطرزات وهدايا وزينة عيد الميلاد ومأكولات شعبية وغيرها. ما أجمل أن نحتفل بميلاد الرب يسوع في هذا الموسم المبارك المقدس. سعدنا جدا اليوم بلقاء كبير مع عطوفة محافظ إربد وأصحاب العطوفة أيضا الذين قاموا بإضاءة شجرة عيد الميلاد بإربد في الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في إربد والمدرسة أيضا. ما أجمل الأطفال عندما يحتفلون بهذه الذكرى التي تمتلئ بالمحبة. سعدنا جدا اليوم بحضور الأهل، بحضور المجتمع المحلي. قام عطوفة المحافظ بإضاءة شجرة الميلاد وأيضا افتتاح البازار الميلادي الذي تعودنا عليه في كل عام منذ سنوات طويلة. نلتقي هنا في المدرسة وفي الكنيسة ونسعد بحضور العشرات من الذين تعودوا على هذا التقليد الكنسي وعلى هذا الترتيب الميلادي الجميل. ما أجمل أن نحتفل بميلاد رب السماء والأرض ونهلل ونمجد الرب ونقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نصلي أن يعطي الرب عالمنا أجمع سلاماً مليئاً بالمحبة وأن ينعم هذا العالم بتوقف آلة الحرب والقتل. نصلي في هذه السنة أن تكون أجواء الميلاد أجواء الفرح والسرور في كل مكان على هذه الأرض، وأن يرفع الرب الدموع التي تذرف على جباه كثيرين في هذا العالم والذين يعيشون في الخيام والذين يعيشون الحرب والخوف. نصلي أن يعطي رب السلام ملك السلام السلام لأرضنا المعذبة بالويلات والحروب. فرحنا جدا ونصلي أن يفرح العالم بهذا الميلاد المجيد وكل عام ووطننا وبلدنا ومليكنا بألف خير. وشكرا أيضا لكم نور سات، نورتونا في إربد بحضوركم الدائم وبمشاركتكم بنقل هذه الأخبار السارة وهذه الفرحة الكبيرة لكل من يستمع لهذه القناة الفضائية. كل الشكر والرب يبارككم. نظمت جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية في عمان جلسة حوارية بعنوان الزواج المسيحي ودور بيت العائلة في التوفيق بين الأزواج. حضر الجلسة أعضاء من الهيئة العامة للجمعية واللجنة الثقافية وضيوف من المجتمع المحلي. ويدعو هذا اللقاء الهام إلى نصح المقبلين على الزواج وتعريفهم ببعض الأمور القانونية والمفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع الحساس. وتحدث في هذه الجلسة الحوارية كل من الأب سالم مدنات وهو قاضي سابق في المحكمة البدائية الكنائسية للروم الأرثوذكس ومسؤول في مكتب العائلة والزواج، الذي ركز من جهته على أهمية التعارف خلال فترة الخطوبة، مشيرا إلى أهمية بيت العائلة ودوره الأساسي في التوفيق ما بين الأزواج. كما استعرض المحامي ناظم نعمة بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الزواج، فيما تناولت رئيسة الجلسة المحامية فادية نصر مفهوم الزواج المسيحي وشروطه وأثره في المجتمع. وفي نهاية الجلسة قدمت جمعية الثقافة الأرثوذكسية دروعا تكريمية للمحاضرين على تلبيتهم للدعوة. كان موضوعي أنا حول بيت العائلة، اللي هو هذا البيت العائلي تأسس في مطرانية الروم الأرثوذكس، قام بتأسيسه وبدعمه سيادة المطران خريستوفروس. من خبرة سابقة كنائب رئيس للمحكمة وأنا كنت قاضي أيضا بالمحكمة، لأنه كنا نشوف قديش في هناك مآسي و مشاكل بين الأزواج. وبيت العائلة هلا حقيقة هو عم بتحول لإله من المحكمة الكنائسية معظم القضايا اللي هي عبارة عن خلافات زوجية بالذات الطلاق أو أي قضايا قد تكون قابلة للوساطة، فبتحول الملف من المحكمة الكنائسية إلى بيت العائلة. على وعسى أنه خلال هالفترة تقريبا الشهر وممكن تستمر، يعني ممكن نمدها لست أشهر بحسب القانون، أنه نحاول نلاقي طريقة للتوفيق بين الأسر. وحقيقة يعني بهذا العام ب 2022 من بداية السنة حتى تاريخه تقريبا
ما يعادل 14 عائلة قدرنا والحمد لله مع المسؤولين أيضا المساعدين في بيت العائلة أنه قدرنا ونجحنا أنه عملنا الوفاق بيناتهم، وبعضهم كان رافع قضايا وتم أسقطها، تم إسقاط هاي القضايا، لأنه حقيقة لما بيجتمعوا الزوج والزوجة في بيت العائلة من اسمه بيت العائلة، بعيد عن القضاء، بعيد عن المحاميين، بعيد عن إجراءات، فبقعدوا بأريحية. ودورنا إحنا بالذات كأباء روحيين نسمحهم كابن وكابنت لنا، والحمد لله أنه في كثير من الحالات عم ننجح فيها، أو على القليل بنخفف من حدة الخلافات اللي بيناتهم. كثير من الحالات في هذا العصر الأسرة غير متماسكة بسبب التطورات اللي حدثت أدت إلى تشتت هذه الأسر. إحنا الآن بدنا نبحث بقانون الزواج، أول شيء تعريف الزواج، ما هو الزواج؟ هو عهد وليس عقد. الزواج المسيحي هو عهد رفعه السيد المسيح إلى رتبة سر مقدس، والزواج هو شركة للحياة دائمة، والزواج هو وحدانية الزواج، وهدف الزواج بدنا نحكي عنه، هدف الزواج هو إنجاب البنين وخير الزوجين. من استثنى عنصر من عناصر أهداف الزواج يعتبر الزواج باطل. ولأنه الموضوع هذا كتير مهم، وبالإضافة لموضوع الزواج المسيحي حبينا كمان نضيف موضوع بيت العائلة وكيف دوره بالتوفيق بين الأزواج. صراحة نحن كلجنة ثقافية، وهي إحدى لجان جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، حبينا نعمل هاي الندوة حتى نفيد المجتمع المحلي وأعضاء الجمعية بالإضافة لكل المهتمين في هذا الموضوع، كونه هذا موضوع شوي حساس لما نحكي عن الزواج المسيحي. يعني الزواج المسيحي مش إشي بسيط. ضمن احتفالات الكنيسة بعيد القديسة بربارة وبرعاية كريمة من سعادة النائب عمر النبر، أقامت رعية القديس يوحنا دولاسال الفرير عمان وبتنسيق مع لجنة أخوية قلب يسوع الأقدس احتفالا بهيجا بهذه المناسبة المباركة، وذلك في النادي الأرثوذكسي بعبدون. حضر الاحتفال عدد كبير من أبناء الرعية والعائلات، وقد رحب كاهن الرعية الأب إبراهيم نفاع بالحضور، معربا عن سروره لمشاركة النائب النبر بهذا العيد العزيز على قلوب أبناء الرعية. وفي نهاية الاحتفال الذي تخلله العديد من النشاطات والمسابقات، تناول الجميع طعام المحبة في جو من المحبة والألفة. قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان مسيحيو الأردن الدورة والحضور، حيث استضاف البرنامج النائب الأسبق الأستاذ نبيل غيشان الذي أكد بأن المسيحية في العالم انطلقت من الأردن قبل 2000 عام، والمسيحيون في هذا الوطن هم نسيجه وتاريخه وحاضره، ويعيشون إلى جانب إخوتهم المسلمين في هم واحد وهو خدمة الأردن، وهم متمسكون بجذور هذا الوطن والتاريخ يشهد على ذلك. فإلى هناك، أول ما يتبادر إلى ذهنك شو لما نقول مسيحي الأردن؟ الحضور والدور. يعني المسيحيون أو المسيحية العربية مثلت واقعا اجتماعيا وواقعا سياسيا وثقافيا في منطقة الشرق على مدى 4 قرون ونيف، من القرن الخامس إلى القرن العاشر كان حضورا قويا. المسيحية هي جزء، أو يعني حتى الديانة المسيحية انطلقت من هذه المنطقة، والمسيح انطلق من بلادنا ولم يأتي لا من روما ولا من بيزنطة ولا جاء من أي منطقة أخرى. فعندما نتحدث عن المسيحية نتحدث عن الأصل، فالأصل هنا. اليوم أنا لما كنت أشوف مرة شفت مبعوث أوروبي، مبعوث الاتحاد الأوروبي جاي بيعملوا عندهم تقرير عن حالة حقوق الإنسان والحرية الدينية والكذا، هاي الحرية الدينية. قلت له بشكل واضح، قلت له أنا اللي أمامك اليوم أنا مسيحي من 2000 سنة، أنا متوارثها عن أجدادي من 2000 سنة، أنا لم أنقطع عن المسيحية مرة. أنت بجوز أجدادك كانوا صاروا مسيحيين بالقرن 16 أو 13 أو القرن، إحنا من بداية المسيحية ونحن هنا. ولذلك حتى إحنا، يعني أنا من عشيرة
بالأصل أصلها غساني من المملكة المسيحية الغسانية. نحن غساسنا عرب، نفتخر بكوننا مسيحيين ونفتخر بكوننا عرب. لذلك أي حديث عن الحضور والدور، أولا الحضور والدور لا يقاس بالعدد، لا يمكن أن تقيس الحضور المسيحي بعددهم، لأنه الحضور هو رسالة والحضور هو وجود، والحضور يعني أن تشهد بأنه في مسيحيين في هذه المنطقة. هذه النقطة الأساسية. إذن نحن لسنا رقما، المسيحيين طبعا اليوم بيقولوا أنه يعني في عمليات بتتم تهجير وفي ضغط على المسيحيين بالمشرق. طيب قل لي في أي عصر المسيحيين ما كان عليهم ضغط؟ يعني قل لي، يعني أيام نجران ولا أيام؟ بالعكس، المسيحيون لعبوا دورا مهما في الحضارة العربية الإسلامية في العصر الأموي وفي العصر الأول العباسي. بعد ذلك بدأت يصير في عليهم، لكن حقيقة لعبوا دور. والأهم من ذلك كله أن المسيحيون العرب هم أصحاب الفكرة القومية العربية، هم الذين أحيوا النهضة العربية. قامت كاميرا نورسات في وقت سابق بزيارة كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في محافظة الزرقاء، وتجولت في أنحاء وأروقة الكنيسة، والتقت كاهن الرعية الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش الذي تحدث لنورسات عن تاريخ الكنيسة وأبرز نشاطات الشبيبة والرعية فيها. إلى المزيد في التقرير التالي. أحب القديس جوارجيوس بلادنا العربية، إذ هو عربي المولد في أرضنا المقدسة، ذا عصيته في أرجاء المعمورة ليصل لكل بيت وكل مؤمن طالبا شفاعته. تزينت العديد من الكنائس في العالم أجمع باسمه البهي. عدسة نورسات وضمن حلقاتها المنوعة زارت واحدة من هذه الكنائس في محافظة الزرقاء التي تبعد عن العاصمة عمان حوالي 20 كيلومترا، حيث تعتبر ثالث أكبر مدينة أردنية من حيث عدد السكان، لنسلط خلال هذه الحلقة الضوء على كنيسة القديس جوارجيوس التي تقع في قلب السوق الشعبي وتخدم العديد من أبناء الرعية الأرثوذكسية. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. شيدت هذه الكنيسة على قطعة أرض تملكها البطريركية الأرثوذكسية المقدسية منذ عهد جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك الأورشليمي كيريوس كيريوس فينيديكتوس الأول عام 1955. بنيت الكنيسة على شكل سفينة نوح والتي ترمز للنجاة، يبلغ ارتفاعها ما يقارب 15 مترا وعرضها 20 مترا. قدم الكنيسة عدد من الآباء الأجلاء الذين سعوا دائما لنشر كلمة المسيح وتعاليمه، فمنهم من انتقل للأمجاد السماوية، ومنهم ما يزال يعمل بيننا بكل تفان وإخلاص،
نذكر من الآباء الذين عملوا في خدمة الكنيسة قدس الأرشمندريت خريسنتوس الذي زين الكنيسة من الداخل بأيقونات أرثوذكسية على الجدران التي أضفت جمالاً وإيماناً وهيبة في بيت الله. تلاه في الخدمة قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء الذي عمل في الفترة الماضية على تجديد الكنيسة وترميم ما طغى الزمان عليها. حدثنا عنها قدسه بإسهاب وعن أبرز النشاطات والفعاليات الرعوية في الكنيسة. حقيقة بنشكر نورسات على اهتمامها كتير في نشر الكلمة عبر موقعها إما التلفزيوني أو الإنترنت، وكمان نشكرها على هذا البرنامج اللي هي برنامج كنيستي اللي من خلاله رح يتعرفوا كتيرين من المؤمنين إما في داخل الأردن أو خارج الأردن على الكنائس الموجودة في الأردن وتاريخها وإنشائها. هاي الكنيسة بعد الكنيسة الأولى الصغيرة اللي كانت موجودة في المدرسة هون بجنبنا، كان في كنيسة صغيرة ولكن بسبب المؤمنين وتزايد عدد المؤمنين في الزرقاء، لأن الزرقاء فيها أماكن عمل اللي كان فيها الجيش بشكل كبير، وكمان عندنا مصفات البترول، جاب كتير من المسيحيين. المسيحيين الزرقاء فيها بحدود 150 عائلة مسيحية، عائلات من الشمال من السلط من الجنوب من الوسط من كل مكان، العشائر المسيحية يجوا وسكنوا في الزرقاء لأنهم كان منهم الجيش ومنهم كمان اللي اشتغلوا في مصفات البترول، فهي موجود أعداد كبيرة. وإحنا طائفتنا بسبب تزايدها صار عندنا بحدود 1200 عائلة أرثوذكسية موجودة في مدينة الزرقاء، عشان هيك كان بحاجة إنهم تنبني كنيسة جديدة اللي هاي اللي إحنا فيها اللي انبنت سنة 1955. تناوبوا كتير من الكهنة على هاي الكنيسة، اللي بقدر أتذكر منهم في عنا قدس أبونا يعقوب بحبح، صليبة زيدان، بعدين أبونا جورج الشاعر اللي كان له دور في تأسيس جمعية أرثوذكسية اللي انبنى الملجأ لأول من بنى الملجأ الموجود حاليا عنا، وكمان أسس المدرسة الأرثوذكسية هون في الزرقاء. بعدين إجا معه أبونا فيكتور الربضي، وإجا أبونا استيفانوس فرحات، ومن ثم إجا أبونا عيسى عياش وأبونا فرح حداد اللي هو اللي بيخدم معي. وكمان كان في قبل ما أجي أنا كان الأرشمندريت خريسنتوس اللي هو اللي ساهم كتير في رسم الكنيسة كاملة اللي كانت على نفقته الخاصة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. صار عنا مدارس الأحد، عنا بحدود 120 طالب مدارس الأحد واللي بدرسوهم من أبنائنا المشرفين عليهم. بلشنا كمان بسيدات، سيدات حاملات الطيب اللي عددهم تقريبا هلا 35 ست، ونشكر الله هلا كمان من 3 أسابيع بلشنا بإقبال كبير على الكشافة. أسسنا الكشافة بنعمة ربنا بالإضافة للشبيبة، شبيبة الكنيسة. العمل جاري بمعونة ربنا ومن الناس الأكارم بالتبرعات، إنه إذا قدرنا نكمل رسامة هاي الكنيسة حتى يكون ما يكون فيها هذا البياض أو هذا النشاز ما بين وجود مكان ما في أيقونات. ليش الكنيسة دائما الأرثوذكسية بتهتم بتزيين الكنيسة بالأيقونات؟ لأنه هدول هم قدوتنا، هدول هم اللي كانوا بشر ولكنهم بنعمة الروح القدس أصبحوا قديسين. الزرقاء كمدينة كبرت وصار عنا الزرقاء القديمة والزرقاء الجديدة، فحلمي الكبير هلا كونوا كتيرين من المسيحيين الأرثوذكس تركوا البلد القديمة ورحلوا سكنوا
في الزرقاء الجديدة. فحلمي الكبير إنه نشتري أرض في الزرقاء الجديدة عشان نبني هاي الكنيسة. كثيرين من المسيحيين ما عندهم وقت لله، ما عندهم وقت للكنيسة، ما عندهم، عندهم انشغالات كيف يقدر يوفروا المصاري حتى يعيشوا أولادهم. ولكن إحنا نترجى كل القديسين، نترجى والدة الإله إنهم يساعدونا، لأنه القرن 21 الحياة فيها صعبة، الغلا بيزداد، القلق بيزداد، التفكير المستقبلي والخوف من المستقبل بيزداد. صرنا سنتين كل يوم عنا صلاة السحرية، وقديش بنقدر نعمل يوميا قداديس حتى ترفع من أجل الزرقاء، من أجل الأردن، من أجل العالم كله، مثل ما الأديونة بيعملوا وبيصلوا من أجل العالم كله، إنه ربنا يغير في قلوب الناس حتى يصير عندهم اهتمام في الكنيسة، واهتمام في روحانيتهم، واهتمام في خلاصهم. في عنا كتير كهنة شباب اللي عندهم خوف ربنا، واللي كلهم بيعملوا بفكر روحي. عشان هيك نشكر الله، يعني الأرثوذكسية عمالها بتحيا من جديد في قلوب الناس، حياة في قلوب كهنة شباب دارسين وروحانيين، وعمالها كمان بتنتقل منهم لرعاياهم. وهذا عمل واضح في كتير من الكهنة اللي إن شاء الله ربنا يزيدهم أكتر وأكتر. وإحنا نطلب كتير من الشباب اللي حابين يصيروا كهنة، مستعد الكنيسة تطلعهم يدرسوا، إما في البلمنت، دير البلمنت في لبنان، أو في اليونان، اللي يقدروا يدرسوا ويرجعوا لنا ممتلئين معرفة روحية وحياة روحية. بك تجددت حياتنا. لا زالت الأمال والتطلعات للعلي القدير مرفوعة بالصلوات لدى أبناء الرعية لبناء كنيسة أرثوذكسية في الزرقاء الجديدة، لما لها من شأن عظيم في تعزيز الإيمان بنفوس المؤمنين في المدينة. بمناسبة عيد القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية، احتفلت كنيسة العذراء سيدة فطيمة في بيت ساحور بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس، بحضور جموع كبيرة من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. في كنيسة العذراء سيدة فاطمة من مدينة الرعاة في بيت ساحور احتفل المؤمنون بعيد القديسة ماري ألفونسين، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتيني في القدس والمطران مار قدسه وراعي الكنيسة الأب عيسى حجازين وعدد من الآباء الأجلاء، والجوقة التي أحيت القداس الإلهي بقيادة الأستاذ جورج وبمرافقة الشماس مايكل، وحضور جموع غفيرة من أبناء الرعية والمناطق المجاورة. فالقديسة ماري ألفونسين هي مؤسسة راهبات الوردية لها مكانة خاصة بين عموم المؤمنين، وفي كلمة المطران الشوملي حث المؤمنين على الدعوات والسير قدما على نهج القديسة في حب المسيح وأمه مريم العذراء، وهي التي عاشت الوداعة والهدوء والسكينة، هي ابنة السلام والساعية إلى بنائه، وهي التي عرفت كيف تحول الاضطهادات في حياتها إلى بركات. بهذه المناسبة بدنا نلفت انتباه أهلنا وشعبنا ومؤمنيننا إلى الدعوات الرهبانية. الحمد لله حتى الآن عندنا دعوات كهنوتية
وربنا منعم علينا ومكرم. لكن الدعوات النسائية خصوصا لرهبانية الوردية هي أقل من السابق. وعيد اليوم بذكرنا أنه لما بنسمع صوت ربنا بدعونا لأي دعوة كانت يجب أن نصغي لصوت الرب. الدعوة إلى الحياة الرهبانية هي أيضا دعوة إلى الكمال وتحقيق الذات وإلى القداسة. أتوجه إلى راهبات الوردية في فلسطين والأردن والجليل والدول العربية وروما والإمارات طبعا بأحر التهاني، سائلا لهن القوة والقداسة ودعوات متجددة دائما. كل عام وهم وإحنا بألف خير. بهذه المناسبة أحب أشكر خوري الرعية اللي دعانا بيت جالة مع بيت لحم نقدس هون بهذه المناسبة. بيت ساحور هي أول إرسالية اللي خدمت فيها قديسة ماري ألفونسين. بهذه المناسبة بدي أقدم تهنئة لكل الرهبات المتواجدات في الوطن العربي. وفي نهاية القداس تم تقديم التهاني لراهبات الوردية في ساحة الكنيسة. أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لراهباتنا الحبيبات في هذا العيد الذي يرمز إلى المحبة والفناء والاقتداء بالسيد المسيح، وإلى عمل الراهبات المتفاني من أجل خدمة الكنيسة ومن أجل رسالة يسوع المسيح التي كانت قد سارت عليها القديسة ماري ألفونسين. كل التحية والتقدير والمحبة، وأنا آمل من كلنا وخاصة سيداتنا أن يتبعنا هذه الرسالة وأن يمشينا في درب القديسة ماري ألفونسين حتى نبني عائلة مسيحية حقيقية، لأن الأم والسيدة هي حجر الزاوية لبناء الأسرة ونجاح الكنيسة المسيحية. كل عام وأنتم بألف خير. فطوبى لك أيتها القديسة ماري ألفونسين، يا من تركت لنا إرثا من الصمت تكلم من بعدك. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة العذراء سيدة فاطمة بيت ساحور. وفي بيت لحم استقبلت مدينة المهد حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون إذانا ببدء الاحتفالات الميلادية وعيد سانتا كاترينا. وفي دار البلدية عقد المؤتمر السنوي التقليدي لإطلاق فعاليات أعياد الميلاد المجيدة بأجواء ميلادية مليئة بالفرح والسلام. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عيش المحبة في زمن المجيء، حيث استعرض البرنامج عناصر السنة الطقسية وأقسامها التي تتمحور جميعها حول شخصية يسوع المسيح. كما أغنى الحلقة اتصال من الدكتور جلال فاخوري الذي ربط العقل بالإيمان. فإلى هناك. وزمن المجيء فرحته مش بس نحضر شجرة ونعمله مغايرة ونزين ونشوف شو بدنا ناكل وشو بدنا نعمل حلويات ونعمل كيك، هذا كلياته جميل. اللبس شو بدنا نلبس، نحضر لبس الأولاد، نحضر لبسنا للعيد، نزين بيوتنا، زياراتنا، وهلا كمان مثل ما بتسمعوا كل يوم والتاني افتتاح بازار وإضاءة شجرة ميلاد وزينة الأولاد وزينة الشوارع وزينة الأضوية المضاءة واللي بتلمع بها الشوارع، كلياتها تعبيرا عن زمن المجيء وزمن الميلاد. هذا كله جميل، لكن نحن بحلقتنا بدنا نخص هذه الحلقة كيف إحنا نحضر أنفسنا لزمن المجيء. وزمن المجيء مميز عنا، خاصة نحن في منطقة الشرق الأوسط القريبين من مكان الحدث، القريبين من المغارة الحقيقية، مغارة بيت لحم. فوجودنا في هذه المنطقة هذا ما يميز عيد الميلاد في منطقة الشرق الأوسط، قريبين من النور، قريبين من الدفء، قريبين من حنان الرب.
مبدأ الصوم الميلاد، نعم، هل هي حاجة ضرورية بتعتقد، أو لماذا وجدت في الكنائس البيزنطية والأرثوذكسية أن الحاجة إلى الصوم، مع أنه هو تعبير فرح؟ نعم. فبقول لك الصوم هو دائما تعبير للحزن، فصوم الميلاد بتحكي لنا عنه بليز. نعم صحيح، الكنيسة منذ نشأتها الأولى كانوا في، خلينا نحكي الكنيسة المسيحية في علية صهيون نشأتهم. نعم. الأولى التلاميذ بعد ما قواهم يسوع وشجعهم وشافوا بعيونهم قيامته مع وجود سيدتنا والتي الإله العذراء مريم معهم. نعم. تقووا، صار في عندهم عمل رسولي واضح، وبعد دخول خصوصا القديس بولس نظم الكنيسة. القديس بولس هو نعرف جميعا أنه من خلفية دينية متشددة ومن خلفية منظمة، يعني تفوت من اليمين ولا تفوت من الشمال، الكم قديش الكاهن اللي بلبسه، في مقاييس ومواصفات كانت عند الشعب اليهودي عند الفريسيين بالذات زي القديس بولس. فإجا نظم العمل الرسولي أنه إحنا هالشخص اللي انولد من عذراء وأتم معجزات العهد القديم وخصوصا إشعياء أن العذراء تأتي وتحبل وتلد ابنا، لما تشوفوا هاي العلامة إشعياء قال لهم لما تيجي عذراء وتحبل وتولد وتصير هاي القصة اعرفوا أنه افتقد الله شعبه وأتم عمانوئيل القادم لكم يخلصكم. في هذه الأحداث بلشوا ينظموا مواضيع الصوم، عدد الصلوات، القداديس كيف كانوا يحتفلوا فيهم، إعادة إحياء العشاء السري، التنظيم هاي فرتبوا. كانت الجماعة المسيحية الأولى تصوم مثل صوم يسوع المسيح لغياب الشمس، يعني ما في إنه منتجات حيوان مش منتجات حيوان، كانوا ما تطلع الشمس يقول أنا اليوم بدي أحسس جسدي هذا بقديش هو هزيل، قديش هو ضعيف، وأخلي انشغالاتي كلها تنصب على إني أحكي مع يسوع. بيأخذ خلوة، بيبتعد عن المأكل والمشرب، وحتى يعني في مثلا في ناس بعرفهم كثير مثلا بيصوم عن منتجات الحيوان زي هذا، بيدخن وبيشرب ولسانه بيحكي اللي بده إياه، يعني ما في إشي بيعوض عن إشي، هي كلها الصوم عملية متكاملة مع بعضها البعض. بس إني أنا أصوم عن الأكل بيحكي القديسين بيحكوا إنه ما فائدة أن أصوم عن اللحمة وأكل لحمة أخي بالنميمة. نعم. وبالحكي. الحقيقة إن الميلاد هو صورة عن العقل، كما أن العقل لا يمكن أن يوجد بدون وجود، والوجود بدون عقل، كذلك الميلاد لا يمكن أن يكون إلا في صورته، إلا إلى صورة في العقل، أي أن الإيمان عندما يتركز في العقل يصبح صورة عن الميلاد، أي تجسيد للميلاد. نعم. الشغلة الثانية اللي بدي أقولها أن الميلاد هو هوية العقل، بمعنى آخر أن السيد المسيح عندما ولد أعطانا هوية وقال أنتم مسيحيون، أي معنى ثاني أنه أنتم أبنائي يجب أن تنتسبوا لي، أي أن تقدسوني، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يمشي بالشارع بدون هوية، كذلك العقل لا يمكن أن يسير بدون إيمان أو بدون وجود. ولذلك التكامل بين الوجود والعقل هو تكامل بين الميلاد في الحياة الروحية والحياة الطبيعية البشرية، أي أن هناك تكامل في مسألة الميلاد. فالميلاد لا يمكن أن يكون بمجرد الزينة والزخرفة، لأنه هذا اسمه تزوير لروح الميلاد وعبث بروح الميلاد وتلهي. الأصل في الميلاد أن يكون روح جوهر، لأن جوهر الجسم هو العقل، وجوهر الميلاد هو الوجود في قلب المسيح. حلو. هنا يعني هذا التكامل وهذه التبادلية في الروح بين الجسم بين الإنسان والروح، روح الميلاد
كتكامل العقل بين العقل في الجسم والجسم نفسه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس الأعيان والنواب يشددان أمام الملك على ضرورة إيجاد قيادات جديدة للشباب والمرأة. البطريرك بتسبالة يقوم بزيارة دعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. انطلاق فعاليات بازار الرحمة الثامن في عمان الجمعة القادمة. جلسة حوارية في عمان حول دور بيت العائلة المسيحية في التوفيق بين الأزواج. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.